بالنسبة للبرجر واللي ما شاف الحلقة السابقة طلبوا مني انه اعيده مرة ثانية، وانا بالتأكيد رهن اشارة كل متابعين قناة رشيد الفضائية وفقرة مطبخي مع الشيف عرفان. اللي موجود عندي بالبرجر او الهامبرجر بدأ هو من التارتار او ستيك التارتار اللي كانت قبائل المغول ياكلوه بشكل ني، كانوا يخلوا تحت سروج الخيول وعلى مود تلين اللحمة وياخذوها لمسافات طويلة. بعد ما استاح المغول روسيا انتقل الى روسيا واصبح نسبة الى قبائل التارتار ستيك التارتار. من بعد روسيا بسبب ان ارتباط الموانئ بين ميناء البروسيا وميناء هامبورغ انتقل من روسيا الى هامبورغ. في سنة 1885 انتج هذا الستيك مثل ما يسموه هما، لكن انتقل اسمه الى ستيك هامبورغ. بعد ما انتقل الى ستيك هامبورغ اشتغلوا عليه، بدوا يشتغلون عليه، كملوا كل ما عندهم، انتقلوا من هناك سموه ستيك هامبورغ. انتقلوا وين؟ لنيويورك. راحوا لامريكا بدوا بانتاجه، كان شخص يبيع ساندويتشات كسجق هوت دوغ هيجي، خلص عند الموضوع مال اللحم اللي جاهز عند اللحم القطع الكبار، قرر انه يسوي من اللحم المفروم وسواه. ونسبة الى الشبان اللي هاجروا من هامبورغ الى امريكا او نيويورك بالتحديد اصبح اسمه هامبرجر نسبة الى مدينة هامبورغ، مو بسبب انه هام اجلكم الله انه لحم خنزير او هذا الشيء، لا، هامبرجر نسبة الى مدينة هامبورغ. ان شاء الله توصلكم معلومة.